إبراهيم، حميدة، إبراهيم، حميدة، أنتوا فين؟ أفندي وسعة الباشا. مين شال هدوم الدكتورة من الدولاب؟ أصل إيه؟ ما تنطقي. الست الدكتورة لمت هدومها وهدوم الست ميادة وسابت البيت ومشت. سابت البيت؟ يعني إيه سابت البيت؟ وإزاي ما تكلمونيش؟ سعادتك هي اللي طلبت مننا كده، وبعدين قالت إنها هتعيش مع ابنها مختار. إمتى حصل الكلام ده؟ تقريبا المغربية. طب امشوا من قدامي، أنا ليا حساب تاني معاكم. أنا مش قلت لك البيت ده هيتخرب وهتخرب؟ اهلا بيك يا مياده، اخبارها ايه؟ الحمد لله كويسه، بس الدكتوره روح اخدتها معاها وقالت هي هتكمل علاجها. ايه؟ يلا يا حبيبه ماما عشان تاكلي وتبقي كويسه. يلا حبيبتي بالهنا والشفا. حبيبتي عايزاكي تاكلي ده كله، وبعد ما تاكلي ما تفكريش في حاجه خالص وترتاحي، مفهوم؟ حاضر يا ماما. هي دي اوضتك؟ يا حبيبتي دي الاوضه اللي انا اتجوزت فيها. تعرفي يا مياده عمري ما فرحت بحاجه قد الاوضه دي. مريحه قوي، حاسه فيها براحه غريبه. يا حبيبه ماما هننام فيها انا وانتي، ومقترح هننام في الاوضه الثانيه. مش فارقه يا ماما، الشقه حلوه والعماره جميله. الحمد لله يا حبيبتي انك مش حاسه بفرق بين هنا وبين الفيلا. يلا بقى خلصي اكلك ده كله، وبعد ما تخلصي الاكل ده تاخدي الحبايه دي وتنامي، مفهوم؟ ربنا يخليكي ليا يا ماما ويقدرني يعوضك عن التعب اللي تعبتيه بسببي. قولي يا رب يا حبيبتي، قولي قولي يا رب عمره ما يتعب ابدا. يلا يا روح ماما كلي ده كله. يا رب. احلى كوبايه شاي لست الكل اللي منوره البيت. سيبك بقى من ده كله، تعالى قولي هتعمل ايه في مستقبلك. ده على اعتبار ان اللي راح ما بيرجعش. يعني يا سيدي قول هنبتدي من جديد. مفيش قدامي غير ان انا هكمل تدريس في الجامعه وابقى استاذ في كليه الاقتصاد. هما بعتهولك؟ الدكتور مصطفى كان بيكلمني وبيقول لي ان الجواب بياخد له حوالي اسبوع لحد ما يوصل. ايه ده؟ ده اكيد امجد. بقول لك ايه؟ اوعى تتدخل مهما حصل. لحد امتى يا امي هتمنعيني ان اتدخل؟ انت هتسمع الكلام ولا لا؟ حاضر حاضر. سكتي. اقدر افهم ايه اللي انت بتعمليه ده؟ اللي كان لازم يحصل من زمان. هو ايه ده اللي كان لازم يحصل من زمان؟ ايه الداعي؟ الدواعي كتير قوي يا امجد، من بعد موت صلاح اتكشفت الحقيقه كلها، وخداعك وكذبك وكل ده اتكشف. بلاش كلام فارغ، ويلا ارجعي على البيت. احنا خلاص انتهينا يا امجد، كل شيء انتهى. يعني ايه كل شيء انتهى؟ انت اتجننتي ولا ايه؟ يعني مش هيجمعني بيك سقف واحد بعد النهارده يا امجد، ومش هتقف قصادي تاني. اقدر اعرف الاسباب ولا كده من باب للطاق؟ الاسباب كتير قوي يا امجد، واولها سرقتك لاملاك ابني، واخر حاجه جوازك من جينا. انا ما سرقتش حد، انا رجعت حقي. انت كذاب وانا مش هسيبك. انت تسكت خالص، تفهم ولا لا؟ انا مش قلت لك تخرس خالص؟ سنين انا جوازي من دينا ده حقي الشرعي، لكن اللي انت بتعمليه ده مش من حقك. ايه؟ لا من حقي يا امجد، وهتطلقني غصب عنك، رضيت ما رضيتش هتطلقني يا امجد. لما ترجعي لي المصنع الاول. ولا انت فاكره انك انت خلاص ضحكتي عليا عشان انا كملت لك المستشفى؟ بفلوسي وفلوس ابني، وهاخدها منك غصب عنك يا امجد. الظاهر ان انت بعد السنين دي كلها لسه ما عرفتنيش كويس. لا عرفتك كويس قوي يا امجد، ومش هتقدر تقف قصادي المره دي. هتخسري يا روح، صدقيني هتخسري. استنى عندك، ما تمشيش ما تمشيش قبل ما تطلقني يا امجد. طالب ترجمة
مالكش دعوه. اطلع بره، اطلع بره. ده في دم كتير قوي يا ماما. اطلع بره، قلت لك اطلع بره واقفل الباب. مستشفى في قسم النساء. هو في ايه؟ ميادة؟ ميادة لا. أختي لا. 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 يا ماما خليه يمسك التلفزيون، الناس تقول علينا ايه؟ عندهم ميت موت فرحانين؟ والله يا بنتي انا مش عارفه اعمل ايه معاه، ده انا غلطت. اوعي ممكن اعرف ايه اللي بيضحكك؟ المسرحيه دي مش شفتها مليون مره؟ بس الراجل ده بيتكلم صح على فكره، فعلا بيتكلم صح. البني ادم في الدنيا دي عشان ياخد حقه لازم يبقى همك. يبقى ما فهمتش معنى الصراع بين الخير والشر. بقول لك ايه، انا اللي شفته ضحكني وانبسطت. انت متعاطفه مع البطل؟ متعاطفين مع سمعتنا، والتلفزيون عالي وابوك لسه ميت. امشي يا بنتي من هنا، امشي امشي. بس بس سيبها سيبها، مالكش دعوه بيها وتعالى كلمني انا. هتفضل قاعد كده في البيت ليل ونهار؟ لا هعمل حداد على بابا عشان مات، وامتع نفسي من روح الديسكو. الناس يقولوا ايه؟ ابو مات وهو راح الديسكو. انت ايه هواه؟ شيطان؟ ما انتش بني ادم، ما عندكش دم ولا عندك احساس ولا شايل همي. انا واختك اللي بيشيل الهم مات في الحته دي. عايزين انا كمان اشيل الهم واموت زيه يا اخويا؟ يا ريت، على الاقل ارتاح منك ومن قرفك. انت بتدعي عليا ناديه شكلي. ناديه اللي حصلت هي ناديه؟ عيب يا ناديه. خلاص انا هقول لك بقى زي المرحوم ما كان بيقول لك، هقول لك يا ناني. شكلك القرف اللي اتقلبك، ما انتش متربي. اخس عليك، ده انا ده مجنون. ماشي ماشي يا ناني، قصدي يا ناديه. حسن حسن قرب يا حسن، قرب يا حبيبي. تحت امرك يا شكري بيه. شوف يا حسن، أنا عايزك تنظف مكتب أمجد بيه وتمشي على طول. تمشي يا حسن، ما تعملهاش قاعدة وتقعد تتفرج على التلفزيون. ده احنا غلابة يا شكري بيه. غلابة؟ بلاش الكلام ده يا حسن، بلاش الحركات دي عليا. خد يا حسن دول علشانك. ربنا يخليك لينا يا شكري بيه. عشان تنفذ الكلام وتنظف وتمشي، فاهم؟ فاهم يا شكري بيه. بسرعة. أمجد باشا، اعمل لي فنجان قهوة بسرعة. إيه يا باشا في إيه؟ ده أنا كنت لسه ماشي. لو عايز تمشي يا شكري امشي، أنا جاي أقعد مع نفسي شوية. ما أنا نفسك يا سعادة الباشا، أقعد معايا. أنا ما أقدرش أسيبك يا فندم، ده إحنا يا نعيش سوا يا نموت سوا. أنا طلقت روح. طلقتها يا شكري. مش قادر اعرف اذا كنت انا صح ولا غلط. حد برضه يطلق روح. طب وليه كده يا باشا؟ ياما حصلت خلافات عمرها ما توصل للطلاق. فجاه لقيتها عارفه كل حاجه، عارفه عن سرقه الملف، عارفه عن جوازي من دينا، عارفه كله. طلبت الطلاق، ما قدرتش اقول لها لا. خساره، خسارة كبيرة قوي لها طبعا. الخسارة ليا انا شكري. روح هي كانت مكسبي الوحيد، واي مكسب غيرها خسارة. زعلتني قوي قوي يا باشا. انا بس عايز اعرف مين اللي قال لها على سرقة الملف. قطعا ابنها يا باشا، لان هو الوحيد اللي عارف إن أنا اللي سرقت الملف. الملف هنا، ممكن تطلع عليه وبعدين تتصرف فيه. طب برضه أنا عايز أعرف مين اللي قال لها على جوازي من دينا.
يبقى مفيش غير دينا نفسها، مع ان انا حذرتها اكتر من مره. دينا موجوده هنا يا باشا، ممكن تسالها بنفسك، مع انها ضمن حقها تماما، لان حقها بطنها. اللي ممكن تعملها هي دوله. قصدك يعني ان عادل ما قدرش يسيطر عليها؟ مين يسيطر على دوله يا باشا؟ ده عزرائيل نفسه ما يقدرش. تحب سيادتك نحطها تحت السيطره؟ لا 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 لا, لا. كده بقى يبقى اسمنا قدمنا مكافأة كبيرة قوي لعادل وهو ما يستاهلهاش. بقول يا شكري تعالى معايا. ابعت الورقة دي لدولة واكتب عليها عنوان العروسة، وخلينا بقى نتفرج عليهم كده. يا فندم هنخسر عادل للأبد. خلينا نشوف دولة بقى هتعمل ايه. يبقى يا باشا يا هتقتله يا تسجنه وتسحب منه المستشفى وترميه في الشارع، وهو المطلوب يا سي شكري. افهم يا باشا. هشغله عندي، هخليه يمسك المستشفى بدل روح، عشان تعرف ان الله حق، انها كانت عايشه في نعيم. ومصيبه انه بيشتغل عند امجد وهو اللي مسفره فرنسا. والله لو راح اخر بلاد المسلمين ما هسيبه. بقول لك ايه، احنا عايزين نلم الموضوع ونستر اختك. هو الشرف بيتلم يا امي؟ اللي حصل حصل، هنعمل ايه؟ اختك غلطانه. لا برضه ما نجوزهالوش، احنا كده يبقى بنصلح الغلط بالجواز، وده غلط. كده انا بكافئه مش بعاقبه. انت عايز ايه يعني، نجلده؟ لا ده لو كان زاني نجلده، لكن ده مغتصب وربنا قال في حكمه القصاص، وده بقى لا حكمي ولا حكمك، ده حكم ربنا. ربنا شديد العقاب، ربنا هيعرف ياخد بطارنا كويس قوي. خلاص يا دينا هانم، دي مش حكايه. اخر حاجه اتوقعها يا شكري اني امجد يشك فيا انا. يا حبيبتي انا مش بشك فيكي ولا حاجه، كل ما في الامر ان انا عايز اريح ضميري قبل ما ابعت الورقه دي لدولت. اكيد دولت هي اللي قالت لها. خلاص يا شكري، بكره الصبح الورقه دي تكون عند دولت، عايزه تخش مكتبها تلاقي قسيمه جواز عادل قصادها. يا سلام يا سلام على جمالك يا أمجد باشا، يا سلام. تعرف ازاي تصطاد في المية العكرة؟ شكري انت خارج دلوقتي، ابعت لي السواق. تحت أمرك يا باشا، تحت أمرك. سهرة سعيدة يا فندم، عن إذنك. اتفضل. قولي بقى يا أمجد، انت عايز السواق ليه؟ علشان ياخد شنط هدومك يوديها الفيلا عندي. ولا انت مش عايزه ابننا يتولد في فيلا ابوه؟ حبيبي انت هتوديني الفيلا وانام في اوضه روح؟ لا بقى، انا مش بديله ولا استبني لواحده تانيه. يا حبيبتي لا واحده تانيه ولا واحده تالته، انا عندي اوضه خاصه بيا انا لوحدي محدش بيخشها، وصدقيني لما اقولك ان روح عمرها ما نامت فيها. خلاص يا حياتي، ما دام انت عايز كده انا ما عنديش مانع، اهم حاجه ما لاقيش في الفيلا حاجه تفكرك بيها. ماشي يا ستي. أمجد أنا ليا طلب عندك. مري. ممكن أروح الفيلا في عز النهار وكل الناس تعرف إني مفيش هانم غيري؟ ممكن. نحن أولى بتنفيذ حكم الله. انسى أمر هذا الفاسد، وسوف نحضره لك حتى لو كان في بروج أبو شيادة. لنا إخوة في كل بقاع الأرض سيكفونك أمره وينفذون شرع الله فيه، لكن الحجة عليك. ما أقدرش أشيل ذنبه قبل ما أسمع اعترافه بودني، بعد كده أقتله بإيدي. الآن عرفت قيمة جماعتنا؟ إننا والله ننفذ شرع الله، ولو نفذ لاستقامت الحياة على هذه الأرض. نفسي يا شيخ سعيد أشوفه عبرة الأمثال. أعطني ما لديك من معلومات عنه لنأتي به.
اه طبعا اكيد هجيب لكم صوره ليه واديكم عنوانه كمان، بس للاسف هو دلوقتي في فرنسا. يا اخ الحرب خدعة، اجعل شقيقتك تستدرجه حتى تهون علينا عناء البحث. الافضل ان توافق امك على هواها، كانك راجعت نفسك وعرفت ان الافضل في زواجهما. وعندما يظهر ويكشف عن نفسه سنقبض عليه. وان امسكناه لن نفلتك. معك حق، بس ده اذا رجع من جنة الشياطين اللي هو فيها. استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله، اولئك حزب الشيطان، الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون. صدق الله العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. صدق الله العظيم. على بركه الله. اللهم اجعلنا من حزبك ولا تجعلنا من حزب الشيطان. امين يا رب العالمين. اسرع اكثر من كده، اسرع اسرع، اتحرك. واضرب الشجره دي. ايوه هيك. اما اختك دي جو على طلبات. حقها يا حبيبي، يعني هتعيش كم مره. بس ما تنساش جمايل عليها. لا لا لا، اوعى تقول كده، احنا الثلاثه بينا عهد ما يمحوش غير الدم. وبعدين يا سيدي ما تقلقش، حقك محفوظ. بالبق كده ما ينفعش، الخطوه الجايه هتبقى اخر خطوه، كل حاجه هتبقى ملك اختك. ممكن بعد كده تضربني بالشلوت بعد ما تتمكن. قصدك ايه؟ لا لا لا، ده مش ممكن يحصل ابدا. انا حاسبها تتهنى يومين قبل ما تعمل لي عقد على بياض ببيع مصنع السجاد، وتديني 5,000,000 جنيه علشان اعرف اشغل المصنع، والا هضطر اكشف الاتفاق اللي بيننا بالمستندات لامجد بيه. لا لا لا، اعلى شكري، ما تبوظش كل حاجه. هو عطف العمر بقيه علشان اعقل؟ قولها هي اللي تعقل. عن إذنك عشان أروح أشوف شغلي. أنت يا بني آدم بتعمل إيه؟ بسرعة! أنتوا عارفين كل واحدة فيكم هتقف فين وهتعمل إيه؟ أنت بتعمل إيه؟ مين اذن لك؟ اسكت انت يا ستي، احنا عارفين بنعمل ايه. عملك اسود ومهبب يا ابراهيم. يا ابراهيم ايه؟ الحقني، دول هيشقلبوا حال البيت. اسكتي، ملناش دعوه. يعني ايه ملناش دعوه؟ احنا بنعمل ايه هنا؟ احنا خدامين اكل عيشنا. يا سلام، يعني نسيبهم يلخبطوا في الدنيا فوق وتحت ايه؟ دي اوامر دينا هاني، الهانم الجديده. وبعدين المثل بيقول اربط الحمار مطرح ما يعوز صاحبه. عنابوه مطربت بقى. انا بعد الست الدكتوره روح اقول لواحده تانيه يا ست هانم؟ اسكت اسكت، تعالي من هنا. اهلا 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 يا هانم. اهلا. ارجو ان مجهودي المتواضع ينال رضا سعادتك. ميرسي يا شكرا. تفضلي تفضلي يا هانم. توصي الاميره ديانا بلهم راح في مسباتي. لا يا اخويا، ما تش مرر كده. ده بقى ابراهيم عاش معايا العمر كله وهو المسؤول عن الفيلا. نورت الفيلا. ميرسي يا ابراهيم. مش كان في واحده واقفه جنبك هنا؟ راحت فين؟ دي الهداده بتاعت مياده، هي اللي مربيها.
واضح يا حبيبي ان هي اللي عايزه تتربى. طب اتفضلي اتفضلي. ايه شكري. اصرف بقى المجموعه. تحت امرك يا فندم. روحي. ايه رايك؟ تحبي تطلعي تتفرجي على الدور التاني؟ اولا بلاش كلمه روحي دي، وانت عارف ليه. ثانيا ممكن كمان نشرب اي حاجه في الصالون، وبعد كده اتفرج على الفيلا براحتي. خلاص يا حبيبتي، ايه اللي يريحك؟ بس على الله انت كمان تريحيني. حبيبي بعد اللي انت عملته معايا انا ما بفكرش في حاجه غير راحتك وبس. امجد باشا، سعادتك تؤمر بحاجة؟ خلاص عرفت هتعمل ايه؟ كلها ساعتين يا باشا، ودولة هانم هتكون في مكتبها وهتلاقي المفاجأة الكبيرة في انتظارها. مفاجأة ايه بس يا شكري؟ اقعد انت جنب اختك وهي هتفهمك على كل حاجة، اما انا بقى فلازم اروح مكتبي. كل حاجة هنا تحت امرك، تؤمري بحاجة تانية؟ ترضى عني؟ لا 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 لا، انا ما اقدرش على كده ابدا. يلا مختار عشان تفتح، انا هخش اجيب اختك، مش عايزة كلمة معاها. ربنا يعلم هي فيها ايه. وبعدين بقى احنا مش قلنا ننسى الموضوع ده خالص؟ انا ما استاهلش حبكم ده. هو اللي ما يستاهلش الرحمه حتى. ممكن بقى تسكتوا ما تتكلموش في الموضوع ده خالص؟ دي مشكلتي وانا هعرف حلها كويس. ماما اوعي حضرتك تقولي لي مجوزها له والكلام الفاضي ده. ما تعارضنيش يا مختار، هيتجوزها وهيطلقها ونخلص من الموضوع ده بقى. الكلام ماما صح يا مختار علشان خاطري. ماشي طيب، هنجيبه ازاي من فرنسا؟ دي مسؤوليتي انا، انا هعرف اجيبه ازاي، وعشان نعيش كويس في البيت ده مش عايزه حد يعرضني في الموضوع ده خالص. ايه ده؟ مين اللي هيجي دلوقتي؟ مش عارف، دي حتى مش خبطة الشيخ امين. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا حميده؟ الحمد لله. اهلا ستي الدكتوره روح. ازيك يا حميده؟ وحشاني. ازيك يا حميده؟ وحشاني قوي. وانت كمان، ازيك؟ ست مياده الف سلامة عليكي يا حبيبتي. بالراحه عليها شويه يا حميده، عشان عامله ازاي ده؟ الف مليون بعد الشر عليكي، ان شاء الله العدوين. اقعدي افطري معانا يا حميده. لا يا ست الدكتوره، انا جايه واقعه في عرضك انك تقعديني معاكوا هنا، اخدمك انت والست مياد. انت شايفه المكان ضيق ازاي يا حميده؟ اي مكان انت تكوني فيه يبقى شارح حتى لو كان حق. والفيلا؟ لا خلاص انا ماليش قعاد فيها بعد ما جت الست الجديده وقعدت واستربعت. انا مش عايزه كلام في الموضوع ده خالص، مش عايزه اسمع الحكايه دي خالص. عموما انا محتاجه لك تقعدي مع مياده اليومين دول لغايه ما نتنقل على الفيلا الجديده ان شاء الله. خشي يا حميده روحي على المطبخ. ربنا ربنا يسترك ويوسع عليك يا رب. اخس عليك يا بابا كده. شفتي بقى، لما انا كنت مصره على الطلاق كان عندي حق. خليه يتمتع بفلوس ابويا لحد ما نتحاسب. بقول لك ايه، انا مش عايزه اتكلم في الموضوع ده خالص، وكمان مش هفطر. you
الله، امال الدكتوره فين؟ ارجوك يا دادا حميد انا مش قادره اسمع ولا كلمه دلوقتي. حاضر. لو سمحت يا دادا اعملي لي شاي. حاضر عيني. وبعدين يا مختار احنا لازم نشوف ماما. شوفها هنعمل لها ايه يعني يا مياد؟ هي دخلت وقفلت الباب عليها، لما تروق تخرج لوحدها. انا متغاظة مش قادرة اصدق ازاي بابا ممكن يعمل كده، حتى لو مش علشان ماما على الاقل علشاني انا. ويا ترى مصدقة ان هو مديون بتمن المؤسسة كلها لابويا ولا لا؟ بصراحة لا، بس انا مبقاش يهمني اي حاجة. انا حبيت بس اعرفك حقيقة امجد بيه، ودي عمايل مش غريبة عليه، قلة اصل. مختار ارجوك انا تعبانة ومش حمل اي تعب تاني، انا بتمنى الموت ومش طايلاه، شفته مرتين وبرضه مش طايلاه، ادعيلي بقى اموت وارتاح. بس معلش يا حبيبتي معلش، كرهي لامجد بيه نساني ان ابوكي. قلبي يا قمر وحشتني. عادل خليكي زي ما انتي، اوعي تتحركي كده يا عادل، سيبني قاعده في المستشفى كل ده، انا زهقت قوي. غصب عني الله عيني، لازم لازم الحذر، والا لو دوله اتشمت خبر. انت بتخاف منها او كده ليه يا عادل؟ محاسباني واخد عليا ورق ممكن ترجعني بيه تحت خط الفقر وابقى شحات من تاني. قلبت الفيلا ما خليتش حته ومع ذلك ما اعترفتش فيه. خلاص يا عادل احنا مش عايزين حاجه، كفايه عاملينها المستشفى، طلقها بقى واخلص. العمليه معقده فوق ما تتصوري، منه لله كاظم، في ساعه زمن ممكن يخلي كل اللي معايا ده يرجع لدوله وابقى مديون لها كمان. مش فاهمه يا عادل. مش مهم انك تفهمي، المهم انك تتحملي، واوعدك قبل ما تولدي هتبقى كل حاجه في ايدي. نعمل خطة ما تخرش المية، كل الورق اللي عامله كاظم ده مش هيبقى له ولا أي قيمة. عادل أنا زهقت وخلاص، الدكتور قال إن الحملة تثبت الحمد لله. معلش حبيبي أنا عايزك تصبري، اصبري شوية، كفاية إنك تعرفي إن دي آخر فرصة ليا إني أكون أب. آخر تحليل عملته النتيجة كانت صفر، فاهمة يعني إيه؟ معنى ذلك إن اللي في بطنك ده هو آخر أمل ليا في الدنيا. ألو، أيوة كاظم، أنا دولة. بقولك إيه، هات ملف عادل وتعالى لي على طول. ايوه عادل جوزي يا اخي، ايوه هات لي كل الاوراق اللي ليه واوراق المستشفى كمان. اقول لك ايه، طلع نمرود. ايوه عادل انا اللي طلعته لفوق، لكن طلع قليل الاصل. التفاصيل هبقولها لك بعدين، يلا. يا سافر تتجوز عليا انا حتة شغالة؟ فضح شريف دولة هانم. انت اللي بتشتغل عند امجد باشا؟ شكري. تسمحي لي يا هانم أقبل الأيادي؟ ميرسي يا شكري، كلك ذوق. وفي حد يا هانم يشوف الأيادي الكريمة ديت ويقدر يقاوم إغراء تقبلها؟ الإيد يا هانم
هي اللي بتعطف على اليتامى والمساكين. جميل، كلامك جميل يا شكري. اتفضل. ها طلباتك ايه؟ انا جاي هانم اقدم الاعتذار نيابه عن امجد باشا، واقدم فروض التراضي والطاعه من اجل التسامح والرضا ولم الشمل. وايه الطرديه بقى اللي ممكن يقدمها لي امجد؟ كل اللي تامري بيه يا هانم مقابل اللي هو عايزه. يعني عايز مساندتي انا وعيلتي عشان ينجح في الانتخابات، مش كده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه العبقريه دي؟ ايه الذكاء ده؟ هو ده يا هانم. انت عارفه يا هانم الانتخابات هيتفتح باب الترشيح فيها بكره، وهو هيرشح نفسه ورافض تماما انه يرشح نفسه الا باراده ورضا سيادتك. كويس قوي اني عارف ان مش هيقدر ينجح في الدايره بتاعتنا الا بارادتي. طب وايه اللي يرضي اراده دوله هانم وهو ينفذه؟ تفتكر يعني اكون قاسيه شويه لو طلبت منه يطلق مراته؟ معقوله؟ معقوله يا هانم؟ يا هانم دي قسوتك يا الحنان كله. شوف يا هانم، انا مستعد اروح للمأذون النهارده واخده معايا واخليه يطلقها النهارده غيابي، ولو حبيت سعادتك ان اجيبه هنا في الفيلا والمأذون واخليه يطلقها قدامك غيابي، انا انفذ كل طلباتك. لا لا لا، كفايه عليا اشوف قسمه الطلاق. اي اوامر تانيه يا هانم؟ لا، طالما هو بعد عنها ما تهمنيش، وحتى لو فتحت المستشفى هلبسها كذا قضية أخليها تقفلها في خلال شهر. طب وليه شهر يا هانم؟ ما نطلع قرار تاني بحرمان روح من المستشفى، ولو حبيت كمان نطلعها خالص نطلعها وتخش سعادتك شريكة وتبقى المستشفى كلها تحت إدارة الدكتور عادل. لا، كفاية دلوقتي ياخدها من روح، وبعد ما ينجح في الانتخابات ممكن أدخل شريكة معاه وتبقى المستشفى بتاعته والمستشفى بتاعتي تحت اسم واحد وإدارة واحدة. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه العبقرية دي كلها؟ أنا بحييك عليها. ليك أوامر تانية يا هانم؟ لا، بس يتنفذ فورا وبدون خداع، وأقول له بكده يبقى ضمنت أصواتي وأصوات عيلتي كلها وأصوات كل بني آدم بياكل لقمة عيش عند حيدر باشا. يبقى كده يا هانم ضمنت نجاح. قول له مبروك يا أمجد، طلعت ذكي قوي. لا داهية لتكون عايزة تتجوزني بعد عادل. والله برافو عليك يا شكري، يا مليون خسارة يا روح، ضيعتي نفسك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا جيت أخيرا. أنا إيه، هنطبخ ولا إيه؟ فكرك يا ست الدكتورة تقدري تعيشي هنا من غيري ولا كنت تقدري؟ أنا عشت هنا أحلى سنين عمري. زمان حاجة ودلوقتي حاجة تانية. طب يلا يا رغاية روحي على مطبخك. يلا حاضر. برضه يا ماما مصممه تخرجي؟ انا مش هتاخر يا حبيبتي، على بال ما تخلص لكم الاكل هكون جيت على طول. يعني ضروري المشوار ده؟ يا حبيبتي لازم اعمل فاكس البرهان عشان يلغي العقد مع ابوكي. بس انا عايز حضرتك تكوني مستعده لاي حركه خيانه من امجد باشا، لانه اكيد هيطالبك بالديون. ما هو ده اللي مخوفني ورعبني. هي القيمه بالعمله الصعبه؟ لا، بس من ضمنها السجاد المخزون اللي انا بعته، وعلشان ابيع المصنع لازم اسدد لامجد 5 مليون وانا صرفتهم على المستشفى الجديد. يبقى اكيد هيطالبك بالديون.
لان اكيد المعلومات دي دلوقتي وصلت له، وانت عارفه طبعا هو ما بيفوتش فرصه. مش ممكن بابا تكون صورته وحشه بالشكل ده. وحشه؟ استغفر الله العظيم. لا يا شيخ، هو اللي يسرق ورث يتيم ويشهد زور يبقى حلو ولا وحش؟ ماما انا عايز حضرتك تاخدي حذرك منه كويس جدا، انت مالكيش في المعاملات التجاريه. مش انت الاول على كليه تجاره؟ ما تساعده. ما ينفعش يا حبيبتي، لان اللي انا كنت بستعين بيه بقى ضدي. بس انا واثقه يا ماما ان بابا عمره ما يضرك. يضرك ليه؟ هو في حد عاش معاه قدك؟ الزن على الودان امر من السحر. المهم يا مختار، تدي الدواء لاختك وتخلي بالك منها. حاضر. هسيبكم بقى، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. معايا ليه يا مختار؟ تعالي، أنا عايز أقعد أتكلم معاك شوية. اقعدي. بصي بقى يا حبيبتي، أنا عايزك تفتحي لي قلبي كده وتحكي لي على كل اللي حصل بينك وبين الواد ده. أرجوك يا مختار ما تعذبنيش. أنت الضحية تتعذبي وهو ولا على باله؟ احكي لي يا ميادة عشان أعرف أوصل له. بشرط تنفذ كلام ماما، لان هو ده الحل الوحيد المنطقي، لكن اي حل تاني مش هيرد لي كرامتي. يا بنتي هو كده كده جوزي قانونا، لكن شرعا لا، لان جوازكم ما ينطبقش عليه الشروط الشرعيه، لان انتوا اتجوزتوا في السر من غير ما اهلك يعرفوا. علشان كده بقول لك ان راي ماما هو الصح. ميادة قولي لي حبيبتي، وبعد كده اللي فيه الخير يقدمه ربنا. ماما. نعم. ميادة بتكلمني. طب وانا مالي؟ خدي بس رد عليا كاني مسافر. تعرفي اذا كانت هي ولا ابوها عايز اعرف مكانها. معلش. كات. الو. مين؟ ميادة مين؟ لا يا حبيبتي، حسام مسافر وسايب الموبايل. تحب لو اتصل من فرنسا اقول له حاجة؟ ايه؟ ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. معلش يا بنتي، معلش. ايوه انا عارفه كل حاجه. ايوه حسام موجود قدامي اهو. شوف اللي مراتك. الو. ايه ميادة يا حبيبتي؟ لا انا ما سافرتش ولا حاجه، انا هربان خايف من ابوكي. امك عملتها وسقطتك وقتلت ابني. ها؟ ايه مال صوتك؟ بقول لك لسه عامله عمليه وتعبانه مش قادره اتكلم. انا كمان زيك بالظبط، هربانه من البيت وقاعده عند اخويا مختار. يا ريت تقدر تيجي عشان نحل المشكله بتاعتنا. ماما لقيت لها حل كويس. طبعا ماما عرفت، بس بابا هو اللي لسه ما عرفش، عشان كده هربتني عند اخويا مختار لغايه ما خف. طب خد العنوان عندك وتعالى النهارده عشان تتفق انت وماما.